سؤال عظيم من أسئلة المحاسبة في مثل هذه الأيام، في عبادة التفكر التي ينبغي وآن الأوان أن نحييها في حياتنا في الليالي العشر. هي مطلوبة في كل الليالي، ولكنها أحرى أن تطلب في مثل هذه الليالي، أحرى أن تطلب. العلاقة مع القرآن العظيم، ما هو مقام القرآن في حياتك؟ ما هو مقام القرآن في أسرتك؟ ما هو قدر القرآن في علاقاتك الاجتماعية؟ ما هو قدر القرآن في كلماتك التي تنطق؟ ما هو قدر القرآن في عملك؟ ما هو قدر القرآن في أهدافك القريبة والبعيدة، في طموحاتك، في آمالك؟ حينها ستتغير الأقدار إلى أجمل الأقدار، حينها ستصبح هذه الأمة التي تتلو القرآن في الليالي العشر وتحرص على ذلك وهو عظيم، ستصبح ذات قدر بين أمم الأرض ويعمل لها ألف قدر وحساب. أما حين تنظر إلى الواقع فترى ذلك التعارض وذاك الانفصام بين واقع كتاب ذي قدر وأمة تتلو هذا الكتاب ذي القدر، ورغم ذلك ليس لها قدر بين الأمم. هذا الانفصام لابد أن يردم، لن يردم بالمزيد فقط من النوافل والعبادات التي تعمل وتؤدى بشكل أوتوماتيكي، والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الصلاة روحها الخشوع، قيام الليل مقصده الأساس الخشوع والخضوع بين يدي الله والانكسار بين يديه، الخضوع لأمره، تلاوة القرآن، أن تجاهد نفسك بهذا القرآن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهل هدينا السبل؟ هذه الأسئلة كلها لا ينبغي أن تطرح على الطاولة ونحن نستقبل هذه الليالي المباركة. ولا تقل لي أريد أصلي، لا أريد أن أضيع الوقت في التفكر، هي ساعات معدودة، لا بد أن أصلي أكبر عدد من الصلوات وأصلي 20 وأصلي 30. انتبه انتبه، ربي جل شأنه قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل ليس بالضرورة أن يكون أكبر كما، بل هو الأفضل نوعا وكيفا وصدقا مع الله جل شأنه، وصوابا وفق منهجه سبحانه وتعالى الذي بينه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من قال لك أن قيام الليل أن تأتي بثلاثين ركعة، 20 ركعة، وأنت ما تذكر فيها ماذا قرأت وما تدبرت فيها ولا بحرف من آياتها وكلماتها، ولا أقبلت فيها بالخشوع على الله جل شأنه؟ الثواب عند الله، ولكن آن الأوان أن تصحح طبيعة العلاقة التي غيرناها وجعلناها علاقة حسابية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ما هكذا يتعامل مع رب العزة جل شأنه؟ صليت لك 20 ركعة والركعة بكذا درجة، فإذا أحسب بالحاسبة وأطلع العدد، إلى أين سنصل؟ حتى التسبيحات وحتى الذكر صنعت لنا الصين الحاسبة الإلكترونية التي تعد لنا وتحسب لنا كم تسبيحة وكم استغفار وكم تهليل، والصين صنعتها لنا. أهكذا يا أمة أريد لها أن تكون ذا قدر يكون قدرك؟ أهكذا حتى في العبادات وحتى في الشعائر؟ المسلمون في سابق عهدهم يوم أن أدركوا وكانوا على وعي برسالة القرآن العظيم أسسوا علم الفلك وأبطلوا خرافات التنجيم وأساطيره،
بعلومهم فأناروا عقول البشر قرونا طوال، انطلاقا من الحفاظ على أوقات الصلوات والأهلة والعناية بالشعائر التعبدية. واليوم شعائرنا التعبدية والسجادة التي نصلي عليها وهذه الآلة التي لا أميل كثيرا إليها ولا قليلا، لدي تحفظ عليها، كلها تصنع في غير بلاد المسلمين. ألا ينبئنا هذا عن القدر الذي بات لنا بين أمم الأرض؟ ألا يجعلنا نتفكر ونتدبر في قدرنا؟ مطلوب منك أن تسأل نفسك سؤالا صريحا وأنت في هذه الليالي المباركة ونحن بصدد تدبر سورة القدر: كيف يمكنني أن أصبح ذا قدر عند الله جل شأنه؟ هناك فقط سترتفع يدك بالدعاء، وقبلها يكون قد خضع الفؤاد والقلب إلى الله متضرعا منكسرا: أن يا رب اجعلني عندك رفيع القدر، ارفع قدري عندك، أقمني في كل شيء وفي كل شأن ذي قدر، واصرف عني كل ما ليس له قدر،